ضمن جولتنا استكشاف آفاق عيد الأضحى المبارك في مدينة حلب وضواحيها، نلتقي بأحد الأشخاص الأساسيين في عيد الأضحى وهو باع الأضاحي. عرفنا على حضرتك؟ أبو عبدور. أهلا وسهلا أبو عبدور. شايفين إنه هنا فندق غنام بشكل أساسي إقباش جاهزة للأضاحي. نعم، كلها جاهزة للأضاحي. نعم، بتشرح لنا كيف مثلا الناس بيجوا لهون بيختاروا وبعدها؟ هلا بيجوا بنقي بعض، بده كبش او خروف دغلي حسب يعني كل واحد استطاعته. نعم، ما بجيب له اي واحد اثنين خمسه حسب قدرته. نعم. يعني هو نعم بجيب ياخذه. حاليا كم سعر الكيلو؟ كيلو اليوم 5.5. 5.5. حضرتك قلت كلمه دغلي، ايش يعني دغلي؟ دغلي يعني كبش. كبش يعني كبير. ايوه. متوسط وزن الكبش يعني كم كيلو غرام تقريبا؟ الكبش يعني 70 وفوق. 70 وفوق. ايوه. الخروف 50 ل 60. نعم، بين 50 وال 60 كيلو. نعم، الخروف. والشخص اللي بيشتري الضحيه بياخذها على بيته ولا بياخذها عند القصاب بيذبحها؟ بقى هون حسب، اذا مسك مع قصاب نعم بدبع له اياه، اما بيجي لهون في قصيصيب نعم بيطلعوا معه بدبعوا له اياه. نعم. وعمليا خلال فترة عيد الأضحى المبارك هذا شغلكم؟ ايه شغلنا نحن، لكن بقية أيام السنة شو بتشتغلوا؟ كمان نفس الشيء. برافو هناك كمان بالأغنية. كبير العيد والعيد والعيد. من البداية لو سمحت، إنه الواحد بده يشتري زين ما يكون مدهن كثير. أيوه، كون ما هو مدهن كثير. إذا ما تكون لي كبيرة. أيوه، من كان كبيرة مثل الله هذا عندك، هذا لي أصغر ومجوف. إيه نعم. إيه مجوف. لكن مجوف أفضل؟ لك. أيوه. ليتو أقل يعني بيعطي لحمة أكثر. نعم طبعا. ليتو أكبر بس كمان مجوف. كمان مجوف، هذا كله مجوف. أنا عندنا كله كويس. نعم. نوع أول. وهذا اللي هي بقرون مثلا أحيانا نسمع إنه قرن كبير أو إيه كله قرن كبير. هذول يعني خلص الأضحية خسر أمه. إيه إيه قرن جاي. أمي هذا أكبر، هذا دغلي. هذا الدغلي. أيوه. يعني صار سنتين عمره. نعم. صار عمره سنة وشوي، يعني سنة ونص، سنة ثلاث أشهر. هذا مرياع؟ هذا دغلي. دغلي، يعني عمره أقل من سنتين. إيه. هذا طحية بجوز. طحية بجوز. أيوة. هذا عمره سنتين. في مرياع يعني كي جوز سموطي. هذا ما أصغر من أمه. أي هذا ليه؟ سنينه بيض. اي كل نهار مصفي له بركه. الله يعطيك العافيه. فرشيله. لا خلي بس شبك. السلام عليكم. هذا ما طفيت. الميكروفون شوي ما بعرف يعني، لكن ان شاء الله بيطلع صوت. ممكن أنا بدون سما. يلا يا بو. الإخوة المشاهدين مساء الخير، ضمن جولتنا لتغطية أحداث عيد الأضحى المبارك نلتقي في أسواق حلب، ندور نلتقي بالناس نسألهم عن همومهم عن آمالهم وعن آلامهم. ضمن هذه الجولة التقينا بأحد الأسواق بالأخ خجي. أنا أبو بكري بشتغل معجنات والحمد لله ماشي الحال. الله بالوفاة والزحمة شوفت عينات وعم اشتغل ماشي الحال. الله يعطيك العافية. حضرتك ذا بايع معجنات؟ ايه انا شغلتي حجار. نعم. بس من قلة صرنا نبيع معجنات اجنا نسعينا نعيش يا خيو. من القلة يعني شو؟ والله من قلة الله يرحمنا برحمته الدنيا. طبعا قلل شوي على الاسعار. اسعار التقاط؟ اغلى الاسعار قلل شوي. كيف مثلا 20% مثلا؟ 50% الاسعار التقاط؟ هون هو اه ولسه الدولار والتجار ما نزلوا له شيء. ايه هو لا
إذا بتعرفنا حالك؟ حسين محمد. أهلا بك، عملك؟ في الأحذية. شو عملك في الأحذية؟ ورشة صنع أحذية. يعطيك العافية. عافية. حاليا انتهيت من شغلك؟ انتهيت وعيت الحمد لله. كمان؟ عيت الحمد لله. كل عام وانت بخير. وانت بخير. شو حضرت العيد؟ والله ما حضرنا شيء يعني، بل الأوضاع وهالبراميل إجت تحضر للعيد يعني، إيش واحد يحضر؟ علينا نحضر الزعل يعني، نزعل على الناس بس. السلام. بدك تروح صباح العيد على الصلاة؟ لك إن شاء الله. على المقابر؟ لا إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله كله. بارك الله. الله يبارك. الله معلمي السلام. تقدر تحكي وين عم تشتغل؟ تقدر تحكي وين عم تشتغل؟ بتفكر عم تشتغل شغلة؟ شلون؟ بتفكر انت عم تشتغل شغلة؟ بتفكر ولا بتفكر؟ بفكر. بتفكر؟ ايه. شو بتفكر؟ بفكر البراميل عم تنزل هون. لا لكن بعيد عن البراميل يعني، شو بتفكر؟ ما بفكر بغير في هالشغلة. قد صارلك عم تشتغل شغلة؟ صرنا شي عمر بس صار لي 15 سنة فيها. 15 سنة؟ ما شاء الله ما بين عليك كثير كبير. ايه. كم سنة عمرك؟ 22. الله يعافيك. حضر العيد؟ والله ما انا ما حضر شيء. حضر شيء؟ والله ما حضر شيء. حاضرين بس نخلص من هالظالم. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. كل عام وانت بخير. وانت بخير. والله ينصرنا احسن شيء. امين. رخيصة. سابقا كنا نقول اللي ماله بالي ماله عيد. اي والله. والله. هلا ماله جيلاتي ماله عيد. سلام. قرب يا درويش. كل عام انت بخير. انت بخير الف خير. اللي للاولاد. مثل كنا عم ناكلهم هلا. بدك سايق معهم. لا يعني؟ لا ما انت هدول لا. ليك يا اسكا. نعم يعني سيئة للغاية مقارنة بين ما نعرفه اللي اعتد 900 لحم الكباب 800 لحم الخاص لحم العادية صار متفاوت 750 900 هذا السفر جل كان يرمى في الأراضي صح السفر جل بهالشكل ترى يعني بقى